الإيجار لطلبة السنة الثالثة أقسام عربي وإنجليزي وفرنسي. أوضحنا المحاضرة الماضية أن أسباب انقضاء عقد الإيجار في قوانين إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وأول سبب تعرضنا لدراسته هو التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة دون إذن المؤجر. إذا توافر تنازل عن الإيجار، تأجير من الباطن، ترك العين المؤجرة على المعنى اللي احنا شرحناه فيما سبق، دون إذن كتابي من المؤجر، يتوافر سبب الإخلاء أو انقضاء عقد الإيجار وطرد المستأجر. هذا المبدأ اللي هو حظر التنازل عن الإيجار وردت عليه عدة استثناءات. استثناء أولي جه في القانون المدني نفسه، ثم عدة استثناءات أضافتها القوانين الخاصة على ما سنوضح. بالنسبة للاستثناء الأول الذي ورد في القانون المدني، وهو ما يطلق عليه البيع بالجدك، وعبارة البيع بالجدك دي كلمة فارسية، جدك عبارة عن الأرفف، وحرصت على أن أستخدم الكلمة دي لأن هذه الكلمة هي المستخدمة في العمل، إنما من الناحية القانونية المقصود بالجدك بالضبط هو اللي وضحته المادة 594 في فقرتها الثانية من القانون المدني، والتي تنص على أنه إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. المقصود بالمادة دي إيه؟ أن عندنا اتفاق في العقد أو نص في القانون يمنع التنازل عن الإيجار زي الحال في قول إيجار الأماكن، وبالرغم من وجود هذا الاتفاق المشرع في قانون مدني سمح بالخروج على هذا الشرط، يعني عدم الاعتداء بهذا الحظر، يعني سمح بالتنازل عن الإيجار في حالة إيه؟ اللي مقصود إيه بالبيع بالجدك هنا؟ المقصود إن مستأجر، عشان نفهم الصورة كاملة، مستأجر استأجر مثلا عين مكان خالي وعمل في هذا المكان دكان خردواتي، عمل في هذا المكان مصنع، بعد هذا الشخص ده طبعا أقام في مصنع محل تجاري، هذا الشخص بعد فترة يريد أن يتقاعد مثلا، عشان يتقاعد يبقى هيبيع المصنع، إذا كان يقدر يبيع المصنع ككل كمحل أو المحل التجاري كمحل، لابد إن هو يبيع عناصر المتجر زائد حق الإيجار. يعني لما يكون واحد عنده متجر وعايز يبيع المتجر كمحل تجاري مثلا، علشان يبيعه في هذه الحالة لابد من أن يكون هناك موافقة على التنازل عن الإيجار، لأن ده حق الإيجار وهو ممنوع عليه التنازل عن الإيجار. هنا دخل المشرع وقال هذا التنازل لن هذا الحظر عن التنازل لن اعتد به، يعني هسمح بالتنازل. ليه المشرع سمح هنا بهذا؟ اللي بيقيم مصنع او بيقيم متجر في مكان ويريد بعد ذلك ان يبيع هذا المكان، التجار عايز يكف عن ممارسه التجاره، في ضروره ملجئه، كبر في السن ويريد ان يتعقد، المفروض ان هو هيتنازل عن المحل او عن المصنع لشخص اخر يشتريه، هنا بقى الكلمه المهمه، بعناصره الماديه وعناصره المعنويه. يعني ايه عناصره الماديه والمعنويه؟ العناصر الماديه الالات اللي موجوده مثلا في محل، المواد اللي موجوده. المعنويه بقى محل له اسم تجاري، ده مهم جدا، في سمعه تجاريه، اهم حاجه عنصر الزباين،
يعني عنصر العملاء او عنصر الزبائن ده هو العنصر اللي بيجتذب الزبائن، يعني الشغل كله والايراد بيجي من الثقه في هذا الاسم وفي ثقه العملاء. ولهذا هو لو عايز المتجر ده مثلا عايز يبيعه، لو هيبيعه كمتجر يعني كمتجر يعني ايه؟ يعني شامل العناصر الماديه والعناصر المعنويه اللي موجوده فيه زائد طبعا حق الايجار، مثلا يبيعه بمليون. لو محظور عليه ان هو يتنازل عن عقد الايجار ما يقدرش يبيعه. يعني المتجر ده شخص لا يريد ان هو يستمر في النشاط، يريد ان يتقاعد، يبقى عايز يمشي، يعمل ايه؟ يبيع البضاعه اللي موجوده، يسرح العمال اللي موجودين عنده ويسلم العين للمالك. هنا في خساره اقتصاديه، مساله متعلقه بالنظام العام، وهي الحفاظ على نشاط اقتصادي. انا هصفي المصنع، هبيع الالات خرده مستعمله مثلا، وفي نفس الوقت هيطلعوا العمال وهنفقد النشاط الاقتصادي، هيفقد عنصر من عناصره. علشان كده المشرع وضع الماده 594 من القانون المدني، اللي هي بتسمح بان انا ابيع المتجر، ابيع المصنع كمصنع وكمتجر بما في ذلك حق الايجار. عشان ابيعه لازم اتنازل عن حق الايجار. طب انا ممنوع عليا التنازل عن حق الايجار. المشرع قال هذا التنازل يعني حظر التنازل لا يعتد به، يعني لك ان تتنازل عن المتجر شاملا حق في الايجار. ولهذا بنقول ده بيعتبر ايه؟ استثناء. اذا كان في قانون ايجار الاماكن بيمنع التنازل عن الايجار، المشرع قال هذا الحظر في عليه استثناء ورد في الماده 594 من القانون المدني. بمعنى ايه اذا؟ اذا شخص استاجر مكان واقام به متجر، اقام به مصنع مستغل تجاري او مستغل صناعي، وبعد فتره من الزمن اراد ان هو يتقاعد، في ضروره ملجئه هنا، يبقى مسموح له ان هو يبيع المحل، يبيع المصنع، وفي نفس الوقت يتنازل عن عقد الايجار بالرغم من ان القانون يحظر التنازل. ومن هنا يرد الاستثناء على حظر التنازل عن الايجار. هنتكلم بقى في كل عنصر من عناصره لايضاح الفكره نفسها. اولا حتى يتوافر لدينا شروط البيع بالجدك، يبقى لابد ان يكون عندي مستغل تجاري او صناعي، يعني نشاط تجاري ونشاط او نشاط صناعي. يعني اذا كان النشاط هنا ليس نشاطا تجاريا او ليس نشاطا صناعيا، نشاط مهني او حرفي لا يسري هذا النص، يسري الاستثناء، لان هنا يشمل ايه؟ محل تجاري او مستغل صناعي بعناصره زي ما قلت، العناصر الماديه والعناصر المعنويه. يعني عناصر الماديه اللي بيتنازل عن مصنع، بيبقى المصنع فيه الات، دي العناصر الماديه. طيب العناصر المعنويه اسم المصنع، عنصر الزباين، دي العناصر المعنويه. يبقى لما يتنازل هنا هيتنازل بما في ذلك ايضا عن حق الايجار. يبقى لابد ان يقام في هذا المكان متجر او مصنع مستغل تجاري او صناعي. طيب هذا الشخص يريد ان هو يتنازل عنه، يعني واحد هيشتري منه المكان، اللي هيشتري المكان ده يجب ان يكون، هنا الشرط الثاني، يجب ان يكون الشراء بقصد ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله البائع في العين. يعني هنا اللي هي الفكرة الأساسية، وهي استمرار النشاط الاقتصادي تحقيقا للمصلحة العامة، تحقيقا للإنتاج، تحقيقا لمصلحة العمال. وبالتالي لابد أن يكون أنشأ إيه؟ متجر تجاري، يعني أنشأ فيه متجرا أو مصنعا. الشرط الثالث، الشخص هنا بيتنازل عن ايه؟ بيتنازل عن عقد الايجار، ويتنازل عن العناصر الماديه، ويتنازل عن العناصر المعنويه. دي اللي بنسميه هنا شخص مستاجر هو له هذه العناصر ويتنازل عنها. وبالتالي اذا كان المالك مثلا مجهز المكان وجايب في بضاعه والراجل بيمارس فيه نشاط، يبقى هنا بيقول لا، لا تتوافر الشروط، لان لازم يكون مالك المتجر مختلف عن مالك الايه؟ مالك العقار نفسه. يبقى اذا كان واحد بيستاجر مكان مجهز فيه الات الى اخره، لا، ده كانه في هذه الحاله لا يسر عليه النص، لابد
ان مالك المتجر اللي هو بيبيع المتجر ويتنازل بالتالي عن عقد الايجار يكون ليس هو مالك العقار، او ان هو به مواد ذات اهميه وعناصر ماديه وضعها المالك نفسه. الشرط اللي بعد ذلك اوضحناه قبل كده برضه، وهو ان يجب ان يكون المكان تمارس فيه نشاط تجاري او مستغل صناعي. زي ما قلت معنى ان يجب ان هو عمل تجاري يضارب على عمل العمال، ايضا الات يضارب على الانتاج بالنسبه لهذه الالات ايضا. يعني بنستبعد الحرفيين في هذه الحاله، من يمارس مهنه او يمارس حرفه لازم ايه عشان ينطبق الاستثناء ده، ان تكون هناك تجاره او مصنع، ولكن لا يتوافر نشاط الحرفي او المهني. ولهذا بيستبعد في هذا الاستثناء لا يسري على مكاتب المحامين، لا يسري على عيادات الاطباء، لان دي اعمال مهنيه ولهذا لها استثناءات هنتكلم عنها فيما بعد. انما مثلا يسري على الصيدليه، صيدليات تعتبر عمل تجاري. اذا كان طبيب، مش اصلا ليس طبيب اسنان وانما معمل بيعمل اجهزه للاسنان، يعني طقم اسنان الى اخره، ده ايضا القضاء بيعتبره عمل تجاري وبالتالي يسري عليه الاستثناء في هذه الحاله. ايضا الشرط التالي بعد ذلك، ليه هذا المستاجر عايز يبيع المتجر او المصنع؟ لضروره ملجئه، يعني في سبب يضطره ان هو يقوم بذلك. سبب يضطره شرط ان هو تكون هناك ايه قوه قاهره، لا يشترط ان تكون قوه قاهره، كل ما هنالك عايزينه في سبب يضطره للبيع، لا يكون مقصود به المضاربه، لان هنا في حق للمؤجر وهو بيشترط عدم التنازل عن الايجار. فانا عشان اضرب عرض الحائط بهذا الحظر لابد ان يكون هناك مبررات، تلك المبررات المشرع وضعها في عباره الضروره الملجئه. مرض صاحب العمل، مرض بلغ العام المستاجر، اسف، مرض المستاجر يريد ان بلغ سن كبير يريد ان يتقاعد، المهم يكون ايه فيه ضروره ملجئه ويترك تقدير ذلك للقضاء. المشرع بعد ما اشترط ذلك حرص ان هو لا يهمل مصلحه المؤجر. فاذا كان في تنازل عن الايجار هيتم رغما عن المؤجر، بنقول بس بشرط عدم الاضرار بالمؤجر. ولهذا عدم الاضرار سواء كان ماديا او معنويا يتمثل مثلا عدم الاضرار اذا كان اللي هتنازل عليه شخص سيء السمعه، وبالتالي ممكن ده يسيء الى سمعه المكان ويسيء الى سمعه المؤجر، يبقى لا يجوز. لهذا يشترط للتنازل عن الايجار او للبيع بالجدك عدم الاضرار بالمؤجر. الشرط اللي بعد كده المشرع بيشترطه، هفترض انه وصلنا الى تنازل عن الايجار. طيب المستاجر الجديد عليه انه يدفع الايجار للمالك، يبقى هنا لابد ان ايه يكون في شخص قادر وموسر انه يدفع الايجار، ما يجيش مستاجر جديد يتقاعس في دفع الاجره. ولهذا من حق المؤجر هنا بقى انه يطلب للتنازل ان المستاجر يقدم ضمان، تقديم ضمان للمالك من المشتري، يقدم هنا ضمان عيني او ضمان شخصي علشان الوفاء بهذه الالتزامات. اذا توفرت هذه الشروط السبعه اللي نص عليها القانون، يبقى النتيجه ايه؟ يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار دون موافقة المؤجر، وهذا التنازل يكون طبقا للقانون، وبناء عليه لا يعتبر ذلك من قبيل الخروج على قانون إيجار الأماكن، ولا يعتبر سببا من أسباب الإخلاء.